شكلهم ولفوا على بعض. ولفوا؟ قصدها يا اختي خدوا على بعض. اه هو حضرتك بتشتغلي ولا بتدرسي؟ مكسوفه. معلش اصلها بتتكسف شويه زياده حبتين. لا تتكسف براحتها. هو السكوت علامتي ليه؟ الرضا. وانا راضي بس هو الشاسيه مسلوع شويه بس انا راضي راضي راضي. معلش يا حبيبي ناخدها نرم عضمها ناكلها عندنا حبتين. رضا يا وزفت ايه يا عم انت؟ دي ماشيه مع الواد حورة. حتى بص اهو انا مصوره مع امه ومع الكورنيش اهو. اتفرج مال عيلة. الجوازه باظت شكل المفتوحه. سيبها يا اخويا. يلا يلا يا زازا خد الزغطه وروح بيها للقطه. ايوه يا اختي مش احسن من ولفه وشغل التنطيط ده؟ يلا يا واد يلا دي طلعت ليها ماضي مع الفراعنه. تقل انت عملت فيا يا ده؟ ايه ما كنتش عارف انها مصارعة. اخي حرام عليك وعلى شكلك يا اخي. ايه يا ابني عيب ده برضه زي ابوك. حسب الله ونعم الوكيل فيك. بقالك اسبوعين بتدربني على لعبة تانية. انا دربتك على كل الالعاب. اه وبعدين ما تقلقش ابتدي باللي انا علمتهولك في الاسكواش وفنش بالسباح. لا على فكرة يا جماعة الراجل ده اقسم بالله بيقول اي كلام. احنا لو ما كسبناش خير جزمة هيدوس على وشنا ببلغ الحارة كلها. انتوا قاعدين تتكلموا وما شفتوش اللي انا شفته. شفت ايه يا ابني؟ شفت عماد يا خرابي. ماله؟ يا خرابي عليه. الواد قد الضرفة. ضرفة ايه دي؟ قد النيش كله. هضربه برضه وهنفخه بس انا محرج قوي العب باللبس ده يا جدعان. حاسس ان انا لابس قميص نو. يا ابني انت بتفكر في اللبس وبيقول لك عماد شرابي هيرنك على دماغك. ما تقلقوش يا جدعان انا عامل حسابي. على مهلك يا حبيب ماما. خلي بالك من نفسك يا حبيبي هتتعور. اعمل ايه بس في الايام دي؟ هموت انا في الدفع الرباعي. هو ده ماما شاسيه اللي يعجبني. يا حبيب ماما بس انت مش اي حاجه تعجبك يا حبيبي. لا ماما دي عجبتني قوي بس شوف هنكلم عليها مين ونروح له على طول. تحت امرك يا قمر. انت تامر يا عيني. دي 4500 سي سي يا ولد. يا ابني اللي احنا عاملينه ده انا لسه متفرج على مافيا واحمد السقا اتنكر كده. اقعد ساكت. كمان عايزك يا فندم. العرضه دي واحده. اتفضل. في ايه يا عم؟ ايه ده؟ انها النبله. انه الصليب ولكن من خلف النبله. انه اخي عيان واصر على حضور البطوله لكي يشفى. اتفضل حضرتك. الف سلامه. شكرا. وطي صوتك كنت هتكشفنا والله العظيم. اقلبك من على السلم. بس 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 خلاص خلاص انا خفيت. انا هنسى. بسرعه. يلا حورس. حلوة. ايه ما تلعبش برجلك. امال العب بايه؟ فوق فوق ازاي؟ خلي بالك من الملعب الناحيه دي مش جاي معايا خالص. انا هركز في الناحيه دي ما تقلقش. بونت بونت. خش خش. طيب قول لي. خش خش خش. ما تتكلمش ما تتكلمش. يعني ايه؟ انا مش فاهم. ايه؟ انت بتجري ليه؟ انت رايح فين؟ قول لي ما تلعب. انت عمال على بس كده مش فاهم. هزار. ما تلفش ما تلفش. هنلعب كرة؟ ما تتكلمش ما تتكلمش. اطلع دريبل. يا ابن اللعيبة مش اللي عمال يتدرب. اجهز اجهز بالحاجة اجهز بالحاجة. وشوف انا مش شايف ان حاجة خالص. ايه ما انت لو ما ضربتش هيفضل يتضرب. هيفضل يتضرب. خلاص يلا يا حورس. عايزين حكام من الصين. حكامنا معلقين. الواد اتسارع. يلا يا حورس. يلا يلا يا حورس. ادي يا حورس. ان شاء الله هتديها. اخلص واصبر اجيب الطبقه. ايه حاول تنشم في حته توقعه. ادي يا حورس. يخرب بيتك من السويد. انت جبتها في صندوق الرزاله. اعمل ايه طيب؟ هتف اللي بيلعب حورس. طيب حاضر. ركز اجيب الطبقه الثانيه اللي لازقينها هي ديت.
يلا طفشون. يلا استنى ما نتاكد انه هيفوز. ايوه ارجع ارجع اقعد. ليه؟ ايه ماسك عينيك ليه؟ اتطرفت ولا ايه؟ مش قد ايه يا عم؟ ما تلعبش حبيبي. الله 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 الله. ده مات، حد يجيب نقالة ويشيله. الله يا مين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم جزمه. الله دي كنافه. بالاناناس يا معلم. اناناس؟ انا اسمع ان الكنافه دي بتيجي بالمنيج. سيكهو يا حبيبي سيكهو. اهدى اهدى سيكهو. انت بتعزم ولا لا يا قمر؟ مش بعزم ولا حاجه. بص بقى يا معلم، انا جاي ياخد مها لزازا. تاخدي مها لزازا؟ ده محل ده ولا مكان ولا مكتب؟ انا زازا يا معلم. انت ايه؟ انا زازا. يا نهار ازرق، انت بتبيع ايه جوه المبنى الاسود اللي انت لابسه ده؟ بص يا معلم بصراحه ما اكدبش عليك، يعني انا الشاسيه شدني قوي. شاسيه؟ معلش حبيبي، هو يقصد مها، بس انت يعني ما تاخذوش عشان اللغه يعني. استنى يا ولية. عينيا يا قمر. شاسيه؟ انا مزعلت انت ضمك غالي شاسيه. انا عم انا عارف ان امي شاسيه وجامده كمان، انا ما اعترضتش. حبيب ماما. ده ايه التلزيق اللي انتوا فيه عاملين؟ ده ايه ده وليه؟ الله ابني البكري. ابنك لوحدك ده؟ لا جايبه في جامعتي. انت مش عايز تقوم تلعب بره؟ لا مش عايز العب بره. هو مولينا بس كده عيب برضه يعني. بص يا معلم، انا ابني زازا جاهز من مجاميعه، جايبه له عربيه ملاكي موديل السنه، مشغلها مع تاكسي اوبر. زازا وربنا منورنا. اتاري الواد بيقول شاسيه، طب ما تقول تقوله كده من الاول. لا وايه كمان؟ عنده 200,000 جنيه في البنك. يا حبيبي يا زازا، ما تاخد حته كنافه. تسلم يا معلم. ماما ما تقولوش على الشاليه بتاع السخنه. ليه يا حبيبي؟ خليه يعرف. شاليه السخنه وربنا كده بقى. لا يبقى احنا لازم ناخد رأي الشاسيه حسب الأصول والشرع ولا إيه بقى؟ ها؟ أو النبي يا معلم، أصل إحنا تعبنا من العرايس الصيني. تبص يا بوستين تبوز منك على طول. يا نهار أزرق، بتبوز؟ ده أنا كنت بعد أشتري واحدة. ما انصحكش، هتفلق منك على طول. ليه هتفلق مني ولا إيه؟ طيب لو كده بقى يبقى نسأل الشاسيه بقى ولا إيه؟ يا حبيبي دي بتشتغل بالبرغوت. أموت أنا واحد يخرب بيت أمك. ربنا يخليك. بس عارف يا أنت شكلك قوي وبتفهم، سبت الصيني ودخلت على الفيل المصري أهو. معلم أصل أنا بموت في البر مائيات. ابني حبيبي البطل، ابن البطل حورس اهو يا جماعه، وانا ابو البطل. يا سلام، اللهم لا حسد. يعني فين بقى الميداليه الذهبيه؟ مفيش ميداليه يابا. ايه مفيش؟ احنا كسبنا كده على الله. ازاي يعني؟ والتعب اللي انا تعبته
والشق اللي شقيته والحرمان اللي انا اتحرمت عشانك. انا حرمت نفسي من اللقمه كويسه والهدمه النظيفه، حرمت نفسي من الباقه ام 25 جنيه، وانت جاي في الاخر تقول لي مفيش ميداليه؟ يا فاشل يا ابن الفاشله يا عيله فاشله. ما تصلوا على النبي يا جماعه، في ايه بس؟ دي حرس بسم الله ما شاء الله في تحديد المستوى خد نمره ايه، وان شاء الله باذن الله في معسكر تدريبي خلال يومين. انت بقى من عدن يا منطقه؟ انتوا ايه؟ ايه قمر بقى قدام الناس؟ من الحمار اللي خلى المزيكا تسكت؟ ابن اسود يا حورس، قول لابوك يمشي بسرعه احسن هياكل علقه. خلاص تمام يا ريس، متشكرين لذوقك يا ريس. اختم يا خبر عاجل، اسمعوا يا منطقه، الاستاذ عبد الرحمن الجاير بزازة الدولاب ده خطبنا له الكومباوند بتاعنا. حبيبي ده اخوها، افرح يا منطقة، وانتوا الاتنين انت وهو اول ناس هترقص، رقصهم يا جاير.